سندوتشات التونه بخبز الباجيت في الفرن. عندي هنا ذره، مخلل، بقدونس، بصل، توابل، مايونيز، كاتشب، وتونه. هضيف التوابل، شويه ملح مع التونه، واخلط كله مع بعض. وعندي هنا شرايح جبنة. موزاريلا عشان التحمير، بالمنظر ده، ورصهم في صينية عشان يتحمر. هدخلهم الفرن من تحت الأول يتحمر، بعد كده هحمره من فوق. باجيت بالتونة متحمر.